بفعاليات مجتمعية متنوعة وخدمات صحية متكاملة، انطلقت مبادرة أنت الحياة في محطتها السادسة بمدينة المنشأة التابعة لمحافظة سوهاج، من خلال مؤسسة حياة كريمة لتقدم أشكالا مختلفة للدعم للأهالي الأولى بالرعاية. أكبر قافلة تنموية موسعة بنستهدف فيها أكثر من 20,000 مواطن. عندنا أنشطة كتير بالتعاون مع العديد من الوزارات، معنا وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، صندوق مكافحة الإدمان، معنا وزارة الصحة. اشتغلنا على كافة الخدمات، اشتغلنا على الخدمات الطبية وخدمات توعوية. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتوزع 15,000 كرتونة على 15,000 مواطن من الحروب. النهارده في ملتقى توظيفي بمشاركه 15 شركه لتوظيف العماله بمركز المنشاه محافظه سوهاج. قوافل طبيه مستمره بتخصصات مختلفه قدمتها حياه كريمه لاهالي المنشاه. عاملين القافله الطبيه ممتازه واساعدوا الناس الفقراء في كثير طبعا، وبره في الشوارع موصلين ميه الناس وجايبين كهرباء للبيوت وبانين بيوت. كل كرم وكل حنان، والله احسن حاجه حياه كريمه. جيت كشفت انف واذن وحنجره، الوضع برضه حلو يعني، وبرضه الناس كويسه، بتستقبل الناس كويس. وايضا ملتقى للتوظيف وحوار مجتمعي مع المواطنين بحضور ممثلي حياه كريمه. بشكر كل اللي جم هنا هوتي وقبلونا واحترام وكل حاجه حلوه. جيت عشان خاطر انا عايزه وظيفه لجوزي، يعني عايز يكشفوا علاج ووظائف وفلوس وكل حاجه، وسدد عليكم ربنا يسترها معاهم وربنا يخليهم. ودي دليل على ان الحب في القلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما انجازاته كبيره جدا، ومن ضمنها مشروع حياه كريمه اللي بيمس ظروف الانسان المصري. مساعدات للغارمين والغارمات والاهتمام باطفال المدينه ترفيهيا ورياضيا وتوعويا كانت على راس اولويات انت الحياه.